شي صار عالماشي حاجة تعذب حالك حياتك ولا عاشي ماشي لحالك بالدنيا بتموت أحلامك تنحني والحضن يكسر ظهرك منك عم يهرب عمرك صار سنين عم يهرب عمرك والحب عم يكسر ظهرك قوم اتحرك قوم حاجة تعده قوم مغروم ومش مغروم انت شو لحتى عامل فيي كل هاد؟ مو منطقيه بالمره اني اجي لعندك بهالوقت، لو بعد شوي عنا زياره ومع هيك ما بتلحق تدق لي غير بتلاقيني اجيت لعندك ركيت، كاني مسيره. يا حياتي انت بس والله رح جن، رح جن يا ماجد. لا، ليش؟ ليش؟ يعني ما بتعرف ليش؟ من شوي كنت عند مرتك وعم درس مين؟ بنتك. وهلا انا وين؟ لموس. نحن حكينا بهالموضوع أكثر من مرة. إن شاء الله نكون حكينا فيه ألف مرة. المخلوقة رفيقتي. لا والمشكلة إنه لما بتعصب منك بتشكي لإلي وأنا لازم روقها. شكت لك؟ شو شكت لك دخلي؟ وأنت ليش كل هالقد اهتميت؟ شلون يعني ما بدي اهتم؟ عم تقولي لي عم تشكي لك علي. عم تقول إنه قالب خلقتك فيه على طول ودائما ناطرة على غلطة. إيه ما شاء الله عليها. بدها حدا ينطرها. ما هي بين الغلطة والغلطة بتعمل 100 غلطة. ايه شو قالت لك كمان؟ بس هدول هن. لك احكي بعرفها لسانها طويل. اعوذ بالله، سو هالسانها طويل؟ هي بس عم تفش قلبها شوي. لا حتى وهي عم تفش قلبها بتقول ما بدها تحكي لأنه بتحبك وما بتتخيل الحياة بدونك ثانية واحدة. ايه ما شاء الله عليها، بالحكي ما في أشطر منها. وأنت اليوم شو عامل؟ ناترة محاضرة لبنتك الطفلة لأنه رفيقة كاتب لها كلمة على الدفتر؟
وهي حكيت لك اياها كمان؟ لك شو هالمرة اللي عندي؟ يعني ما بيصير شغلة بالبيت الا بتمسكها وبتزيعها؟ لك ما عم تزيعها، ما عم تزيعها، هي بس عم تشكي لإلي لأنه معتبرتني مثل أختها. مثل أختها؟ لا وليك أختها وين قاعدة وشو عم تساوي؟ أنا لازم أمشي. وين بدك تمشي؟ لهون عليكي؟ ما عم بتحمل، حاسة حالي خاينة. خاينة لمين يعني؟ لك الله وكيلك هاي المرأة مليانة نكد، لك مطلعت لي روحي. إذا أنت ملاقي لحالك مبررات لحتى تخونها، أنا ما عندي ولا أي مبرر، أنا لا شفت منها نكد ولا طلعت لي روحي. مخلوقة بتحبني من كل قلبها. لا والمصيبة بقى إني أنا كمان بحبها من كل قلبي. تصور لما قالت لي إنه هي ما بتتخيل العيشة بدونك، متى أنا قلت لها الله لا يفرقكم عن بعض. بس بقلبي كنت عم أقول شو عم تقولي؟ الله يفرقكم عن بعض؟ لك لا مو هيك. بس إنه يا ربي ليش؟ كل هالعمر ما حبيت، بقوم لما أحب بحبك إلك. معناتها بتحبيني؟ كتير كتير يا غليظ. لكن أنا شو اللي بخليني أتحمل هالعذاب اللي عم حسه؟ بس إنه أنت منين طلعت معك كل هالجرأة؟ كنت خليني جارتك، أنسة لبنتك، بس مو إنه تقعد تتغزل وتسمع حكي. لا وحكي مثل القطر كمان. معناتها عادي؟ لا بدي، بدي روح. كعادي بس شوي. مرحبا. أهلين. أهلين عمتي. تأخرتي؟ لا منيح الوقت، أنا جاهزة إذا بدكم نمشي فورا. يلا خلونا نمشي. شو بدي بها الروحة أنا؟ قال رفيق أبوك قال، وإذا كان يعني رفيق أبي؟ قال أبي أدولي على ذكريات وقصص ومدري شو، فاضي لهالقصة أنا؟ الله يرحمك يا أبو أكرم ويحسن إليك ويسكنك فسيح جناته. أحسن شيء نساوي لنا فنجان قهوة. سامحني يا أبي. سامحني. حكيت أنا الله يعطيني العافية، بحكي بشغلات الأول والآخر، خاصة مع الواحد قصص. شو رجاء؟ شو؟ كأنك عم تلاقي حيال هيك لتأجلي العرس ما؟ إذا ما بدك يا قولي. يعني نحن إجانا أحسن منه وقلنا لا. عيب أمي، بعدين الزلمة ما بيشكي من شيء. ماشي حالي. ما زال ماشي حاله مقتنعة ما عاد في داعي نأجل العرس وما عاد في داعي يضل وشنا مقلوب وناشف. ايه ماما خليكي حلوة هيك. منيح منيح. الواحد يعني شو ما بيغلط، جل من لا يسهو، ما حدا معصوم على الغلط. طيب حكينا وخلص سام من رقى. معقول انت الثاني تحكي لي بس الطريقة؟ بصير ابوك هذا بعدين زلمه. الله يرحمه. الله يرحمك يا ابي، الله يرحمك ويحسن اليك. ليش هيك يا نجوى؟ ليش فيقتيني؟ تركيني امي، تركيني نايمه هون مبسوطه.
هلا افوت على التخت وببلش افكار تاخذني وافكار بتجيبني. تركيني امي الله يرضى عليك. اي والله نومتك هيك غلط، يعني هلا بتوجعك رقبتك بيوجعك ظهرك. قومي دوريني قومي. لك يوجعني يوجعني امي الله يخليك، احسن من وجع هالقلب. بلش افكر باخوكي شو عم يساوي، شو عم ياكل، شو عم يشرب، وين اراضيه. خلصنا أمي خلصنا، وكلي الله واللي بيجي من الله يا محلى. قومي دوريني قومي، ريح لك جوا والله ريح لك. آخ منك آخ. بعيني الله يا رب. صباحي على خير. مع السلامة. حلو حلو حلو. سهرانين لكان؟ لا بجي طبعا بجي، مسافة الطريق. يلا باي. عمتي رايح اسهر مع رفقاتي. يلا باي باي. أنا بحبك يا مجنون ومستعدة أخلق لك الجو اللي بتحبه، بس أوعك ها أوعك تفكر إنه هذا اعتذار. أصلاً على شو أنا بدي اعتذار؟ شو رجعنا؟ لا خلاص لا رجعنا ولا شيء، المهم أرجيني ضحكتك همشك دائماً. مستعدة أنا بكون مبسوطة. خير. لو سهلا يا هلا. خير. لو سهلا. هلا شو طمنوا؟ كيف كان زيارتكم؟ منيحة. كتير انقهروا منك ما اجيت معنا. بيسلموا عليك. الله يسلمك ويسلموا. شو خير اختي شو بكي؟ لا لا ما في شيء. ما في شيء. شو بها اختي؟ حدا زعجها بهالزيارة؟ ما في شيء، بس هي صايرة عم تنقز لما حدا يقول لها نفرح منك ومن هالحكي. علينا قصص. خلص شو اسمها؟ منال. منال شو وضعها؟ شو بيعرفني؟ مين تعرفت عليها؟ قبل ما تيجي بشي ساعة كان جاي هي وسلوى. سلوى؟ سلوى رفيقة صبا؟ ايوه جزالتها. ايوه شو سر الانسجام يعني؟ هذا الانسجام السريع. اخي هذا هدول نوع من البنات ما عندهم عقد، يعني حرين من جوا ومن برا، اخذين الدنيا كلها تأهيزي وكول واوكي وما شابه يعني. كأنك عم تحكي وما له عاجبك يعني؟ طبعا مو عاجبني، لكن واحدة متعرف عليها من شي ساعة بلش تلمح وتنغي وترد على تلميحاتي وتنغيماتي. شو البنات هدول ولو؟ يا اخي قسما بالله العظيم انت مو عارفان وين الله حاطك.
أحياناً تنتقد الناس اللي بيحكوا بهي الطريقة، وأحياناً أنت بتحكي مثلهم. يعني إذا هي في شيء غلط عاملته، فأنتوا الاثنين شركاء بهذا الغلط، ليش عم تستلمها وقفل عليها؟ دخيل القلب الحنون أنا، طبعاً بدك تحتاج مشان أنسى سبق. لا مو مشان أنسى سبق، القصة قصة مبدأ. طيب قل لي يا أبو المبادئ، وبكل صدق، بعد كل شيء صار بينك وبين صبا، أنت مستعد تتجوزها؟ لو أنا يعني رضيان بفكرة الزواج من حيث المبدأ، بتزوجها ليش لا؟ حاجة بقى يا زلمة، كذب على حالك وتكذب علي، ما في شاب بياخذ من بنت شيء وبيرجع بيتجوزها، بيقول لحاله مثل ما كذبت على أهلها واخترعت 100 حجة وحجة مشان تعطيه هذا الشيء، بكرة تتكذب عليه كمان. هذا يا سيدي اسمه تعقيد، أنا وصبا سوا بالقصة، يعني إذا القصة غلط فاثنيناتنا غلط، وإذا القصة صح فاثنيناتنا صح. يعني من وين بيطلع لي حاكمة أنا؟ يا سيدي نيالة عليك، أنا بقى ما بعملها. حبيبي دقيت لهدى. الو كده لسن شو لميس شو هلا دقيتي لي؟ أنا دقيت لك. إيش يعني بالغلط مثلا؟ والله العظيم وقعتي لي قلبي، قلت أبصر شو صاير لحتى ما تدق بهالوقت. الحمد لله. ما بعرف، معقول دقيت لك بالغلط؟ هلق هيكي بالغلط؟ إيه؟ بس بكرة يا لموسي بكرة بدك تقري لي كل شي، ها بدي أعرف لمين كنتي ما تدقي لحتى دقيتي لعندي بالغلط. ما لك شو بعرفني بكون كابست لي شي زر بالغلط. يلا تصبح على خير. مساء الخير. أهلين حسام. سمعت صوت حكي فكرتكم سهرانين. لا بس أنا جاني تليفون من رفيقتي عم بحكي معها عادي. تصبح على خير. أنت بخير. لازم غير الاسم. شو بدي سيفك يا دكتور ماجد؟ شو كيفك شزا؟ بونجور استاذ. صباح الخير. شو صباح الحلوة؟ تفضل لها يا لموسي لا هلق هيكي يعني فكرتيني هلا بدك تضحكي علي بكلمتين؟ لا ما يا حبيبتي انت رفيقتي الكثير مقربه، بقى اذا في شيء رح احكي لك اياه لك اكيد اول وحده، بقى ليش تخبي؟ يعني والله انا من الصبح معقول هيك كمان، يعني مالك بطلت تخبي علي شيء لانه انا رفيقتي. إيه بس ما في شيء من هاد. ايه بس امبارح انت داقه لعندي بالغلط، ما هيك؟ والله انا ماني مصدقه انه بالغلط بصراحه، يعني هذا الشاب اكيد حرف اسمه ببلش بالهاء مظبوط، لانه دقيقة عندي وانا اسمي هدى. شو اسمه؟ هادي، هاني، هزاع. هذا هو هزاع اكيد. عرفت عرفت. طيب شو بيشتغل هذا هزاع؟ هزاع بيجي. مرحبا. خليني اسمع صوتك. سهل. وهذا مرة كل 8 ساعات. 3 مرات باليوم يعني؟ بس مو حيلا 3 مرات، كل 8 ساعات، انتبهي منيح. ماشي يعطيك العافية، تفضلي. هدول 450. تسلمي. يعطيك العافية. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. راح؟ أهلا وسهلا. مشتاقة لك. لك وأنا كمان. إيه وين هالغيبة لكان؟ فوتي فوتي. الو؟
أهلين أكرم، أنا منيحة، أنت كيفك؟ أي قلي شي. مثل شو يعني؟ طيب خلص ولا يهمك، أنا بزبط الوضع. ماشي، الله معك، باي. باي تحت الضوء على النار عشان نحكي على الوضع. يلا. عفوا أستاذ، ممكن سؤال؟ يا طبعاً، على إذنك أستاذ طارق. تفضل. شو راحوا الطلاب كلهم؟ ايه راحوا، بس انا سالت الاستاذ طارق وقال لي ما في هون درس بعدنا بالقاع، فحبيت اضل اتدرب شوي. تتدربي شوي؟ ليش ما في عندك كمبيوتر بالبيت؟ بلا، بس يعني مش عايز احتجت شيء. تكرم عيونك. تفضلي. اوه كيفهم؟ ماشي حالهم، بتحسيهم يوم هيك ويوم هيك. يا ستي الله يوفقه. آمين. فرح، بالنسبة إلي أنت بتعرفي ما بدي قصة إنه كنتي خطيبته لأكرم تأثر على علاقتنا بالمرة. لا شو عم تحكي أنت؟ بعدين إحنا متجاوزين هالقصة من زمان. ايه بس لما تغطي وتغيبي هيك غيبة مثل هالمرة، قد ايه اللي ما شايفتك؟ مو شي شهرين؟ هيك شي. ايها لما تغيبي هيك غيبة الا ما ارجع اسأل حالي انه شو القصة؟ لا عن جد هي القصة ما لها علاقة بنوب. خلص اكرم صار من الماضي وانا بعزه كتير وبتمنى له كل التوفيق. لكن وين هالغطة؟ يا ستي بصراحة جاني عريس. ايها قولي هيك من الأول. ايه بس رفضته. اه خير ان شاء الله. رجع اجاني عريس تاني. ايه لا المرة قبلته. يا ستي ان شاء الله ألف مبروك. هاتي لشوف احكيلي. اوكي هلا ساوي لميرج. كيف؟ هذا الزر اللي فوق. اي زر؟ هذا الزر. اه مو مبينين الزرار. طيب كبسي بالسهم عليها كان هنيك. هذا السهم؟ هات هات. اي زر؟ هذا الزر. سي. اوكي. هذا وانا عم اقول اي. ايه هذا هو، بس يعني اذا غيرتي رايك فيكي ترجعي تعملي له سبلت. يعني نفسه. ايه نفسه، بس يعني خفت ترجعي تقولي لي اياه. شو هاد يا استاذ، درس كمبيوتر هاد ولا شو؟ درس كمبيوتر، علم اجتماع، فلسفة، يلي بدك اياه. ما شاء الله عنك، تفهم بالفلسفة وعلم الاجتماع كمان؟ مو بس بالفلسفة، وبعلم النفس. هاد بالذات يلي أنا بحاجة لحدا يفهم فيه، بركي بيحلل لي هالأنا اللي ما عم بعرف أفهمها. بالله؟ ما عم تفهمي على حالك؟ لا عم بفهم على حالي ولا حدا عم يفهم علي. طيب حزري شو، أنا رح أعطيك رقم تليفوني مشان إذا حابة تفهمي شي عن حالك تحكي معي، وإذا كمان يعني بالمناسبة استعصى عليك شي بالكمبيوتر فأنا بحلل لك اياه. والله؟ اوكي نقلني. 09333. مرحبا دكتورة. اهلين، عمي ابو سليم كيفك؟ والله الحمد لله، كيفكم انتو؟ لعلمك جيراننا شو حيفتحوا؟ مكتبة. مكتبة يعني قرطاسية وهيك قصص ولا كتب؟ لا كتب على الحل بس. كتب؟ كتر خير الله، في ناس عم تفكر بهيك مشاريع. ما بتخلى الدنيا. تسلم. يلا عن اذنكم. عن جد معك حق، ما بقى حدا قرب هالايام بالمرة. شو هلا لوين؟ عالبيت، برتاح لي ساعة زمن وبرجع. بتعرفي مرات مبروك ولدها تاكلها بين روحها ورجع ساعة. يعني لأني اليوم اجيت لعندك صار بدك تروحي؟ قديشك غليظة، كم مرة إلي بعزمك؟ على كل لساتنا فيها، بتحبي نروح هلا؟ لا عم بمزح معك، أصلا أنا اليوم ما فيني، مرة تانية بنستق هيك قعدة. خلص باليومين نحكي. أكيد. أهلين، شو طمنيني؟ جبتي ايه؟ جبتي لك. ان شاء الله تعرفي. شو لمين؟ لرجاء. شو هي؟ برفان. ربي يسلم ايديكي. يلا بس ما الغدا رح يبرد. يلا يا سلام يا سلام. انت ما بتعرف انه بس ما نص الايام ما بتجي على الغدا؟ ضروري تعذبها؟
وصيني إلي ولا ذوقي ما بينفع؟ لك لا مو هيك القصة، بس كنت عم بحكي معها على التليفون، خطرت على راسي الفكرة، قلت لها جيب لي هدية. شو ومن أمتى أنت وبس ما بتقضيها على التليفون وقت بتكون بالشغل؟ خير للناس، شوف. تفضلي، ان شاء الله تعجبك. يسلم ايدك. الله يسلمك. جربي خي. هلا بجربها. شكرا كثير. لك شو هالحكي؟ لا شكر على واجب، انت خطيبتي، بكره حتصيري مرتي، انا بحب دللك وخليكي تكوني مبسوطه. بس المشكله ما بعرف بهدايا النسوان، كنت جبت لك دائما. كيف ما بتعرف بهدايا النسوان؟ لكن شلون جبت هي؟ لا هي شغله سهله سخيفه، هي معروفه كل النسوان وكل الرجال بيتعطروا. شغله ايوه بس انت ما بتتعطر. انا؟ ايش هالحكي؟ تعي شمي قربي. ورجيني. يمكن ما مبينه كثير. حلو. حلو كتير. ايه قلتلنا كان شلون ما بتعطل بمطلق الاحوال ان شاء الله تعجبك. المهم انها منك. عن جد؟ طبعا حبيبي. قولي شو؟ عيديها عيديها. خلاص يعني بلا غلاظة سمعتها. بمطلق الاحوال طالعة من تمك مثل العسل. اهلين مرت عمو، ان شاء الله تقبل الله. مساء الخير. اهلين اهلين جامعة. اهلا. شو كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. اخواتك وعمتك طمنيني عليهم؟ تمام نشكر الله ماشي الحال. شو لوين؟ خلص بدي اطلع انا. لا شو يعني حضرت الشياطين؟ لا ولو على سلامتك بس يعني خلص. لا لا خليكي خليكي متعشى سوا. والله ما في داعي. خلاص بالله خليكي لحظه لشوف هلا ايه. شو كيفك؟ شو شبنا؟ شو شبنا؟ شو نسيان نحن وين؟ لك هي مرحبا صغيرة حبينا نقولها. معلش يوفرها، في ناس عم يعذبوا حالهم عم يلبسوا لك الأحمر والأصفر، خلي هي المرحبا لإلهم. عن شو عم تحكي أنت؟ عن أم بنتك، ما عم أقول شيء أنا، هذا الطبيعي واللي لازم يصير. ومنين هي قصص الأحمر والأصفر؟ لا تكوني مركبتي لك شي كاميرا عنا؟ لا، سبحان الله، في كاميرا بقلبي بتخليني أحس. بتخليني شوف الناس وهن عم يسكروا أبجوراتهم. ايه بس لا تبرر لا تبرر، هذا الشيء طبيعي واللي لازم يصير. ماجد البنت حرارتها مرتفعة وعم تشكي من حلقها. والله ايه خير خير. اهلين بابا يعطيك العافية. الله يعافيك يا حبيبتي. شو موجوعة؟ شوي. اهلين أمتي. اهلين يا حبيبتي سلامة قلبك. الله يسلمك. هلا. شو؟ مرحبا يا شباب. شلونك عمو؟ جايين ولا رايحين؟ جايين. جاي المطرح حتى هنا. شكرا. تفضل. يلا معافية ان شاء الله. الله يعافيك. الله يعافيكي مع السلامة. اهلا اهلا ان شاء الله. خير ان شاء الله. مين المعافية؟ والله هي الصغيرة شوي ملتهبين الوزن. لا 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 سلامتك. اهلا مدام كيفك؟ انا سلامي كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. الله يسلمك. يلا تصبحوا على خير. خلينا نشوفكم ان شاء الله. متشرف. اهلا وسهلا. تفضلوا. الله يسلمك. يلا سلام. معافية جميل. لا حبيبتي خلص سلمي ماشي. لحظة لحظة يمكن اجا اخوكي. ها؟ واجا ابوكي كمان معه؟ تحكي معه؟ اهلين امي. اهلين ماما. شو صار لنا شغل انترنت لحالنا؟ للضرورة احكام لك ابني يلي بده يتكل عليكم. مصيبة، ما انتوا طول النهار برا البيت. مرحبا اختي. كيفك؟ يعطيك العافية. سميرة الله يخليكي، لما بتقولي يعطيك العافية وانت قصدك الله لا يعطيك العافية، يا ريت تختصريها يا ريت بلاها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مين هي اللي معكرتك لحتى جاي هيك جاهز على المشاكل؟ والله ما بعرف، لأنه كتار كتير نسيت. لا هلا ما له حق، ولا أقول ما لهم حق على اعتبارهم كتار بالجملة. طيب تسمحي لي روح احكي مع بنتي وبعدين بعطيك الوقت الكافي انك تنكدي علي وتقولي كل شيء بدك اياه. ممكن؟ هيا ابوكي تعي احكي معه. يلا تعال.
انت خلص دورك. ايه بابا. ايه حبيبي، انا مشتاق لك كثير كثير كثير. كيف هو الازعر الصغير؟ ايه شوف شوف خد السماعه. ايه حبيبي، ايه حبيبي، انا مشتاق لك، مشتاق لك كثير. شو يا شايفك مزازة اليوم؟ ايه والله اليوم مبسوط يا جماعة. طيب طبعا كان عند الخطيبة. على ذكر الخطيبة، اليوم مريت لعندي فرح على الصيدلية. بسلم عليكم. الله يسلمك. كيفك؟ شو أخبارها؟ منيحة. خطبتها هيك بعد كم يوم، وكتب لي كتاب من هون لشي شهرين. برجع؟ ايه والله. الله يوفق لنسفك. ايه برافو والله. أكرم سابقا وهلأ العريس رقم 2. وانت يا ست لميس قاعدة ولا حدا بيدق بابك. شوفي هديك أحسن منك. لا اللي بتحبيه عنده بيت ومرأة عم تشعل أصابيعها لحتى يرضى. الله بيعطي الحلاوة للي ماله سنان. صب لك كمان شاي عمتي. لا دايمة. تصور هيك بيكون كل شيء صار واضح، وهي العروض صارت جاهزة بين ايدينا. ومثل ما بتعرفوا انه ممكن يصير حكي وتلميحات، ان كان من الصحافة ولا كان من بعض الناس او الموظفين، على الطريقة اللي بتندرس فيها المناقصات. طبعا انا واثق انكم احرص الناس على النزاهة، وبعرف قديشكم مهنيين بشغلكم، بس مع ذلك لا بأس من التنبيه، لأنه بعدين ما بدي أسمع مجرد همسة من برا بتحمل معنى أنه في شيء صار من تحت الطاولة. وبرجع بأكد وبدرك تماماً مستوى النزاهة الشخصية لكل واحد منكم، والتنبيه المقصود منه ما يكون في أي شبهة ممكن تنتج بدماغ حدا، ممكن تكون ناتجة عن خطأ أو هفوة مو عن شيء تاني لا سمح الله، أو ممكن تكون ناتجة عن تكرار فوز جهات سبق وفازت بمناقصات من قبل. بس يا أستاذ أيمن، هاي الأخرانية ما فينا نضمنها. يعني إذا جهة سبق وفازت وحصلت اليوم على العلامة الأفضل بعرضها الفني والمالي، منخسرها مشان نتجنب الشبهة؟ لا أكيد لا، بس لازم تكون الوثائق اللي بتأكد نزاهة شغلكم واضحة ودامغة وبتقلع عين أي شخص حابب يشكك لأي سبب من الأسباب. طبعا في ناس بتحب تشكك مهما كانت الظروف، هدول بالذات ما بيهموني. اللي بيهمني الناس اللي إلهم مصداقية معينة أو موقع مسؤولية معين، هدول في حال شككوا لازم يكون الرد واضح وما نحمل أوجه على الإطلاق. لكن لك فكر أستاذ من هالناحية ابنه. طمن تمام. طمن. على خير، يلا بالتوفيق. شو قصة هذا؟ لسه بين كلمة والتانية بتحشلي كلمة نزاهة 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 نزاهة. أخي شعارات وحكي جرايد، لا يكن لك فكر من هالناحية ابنه. شلون يعني ما يكن لي فكر؟ يعني إلك ياها بالمشرمحي. إيه الزلمة حصته وحصلته وبيعرف قيمتها وبيعرف من هلأ إشي هالفائزة. أوف إلك كان شو؟ معناتها الكلب الكلب الجو نفسه. وعلى شو الخطاب اللي نترنا إياه؟ أخي هي هو بيقض عليك حكي، وأنت هز راسك وعمل حالك مصدق كلامه. هو راح يطلع على هزة راسك ويعمل حاله مصدقها، وهيك الدنيا ماشية. مو بس بهالاجتماع تراها، بكل شيء كله عم بيكذب على كله، وكله عم يعمل حاله مصدق كله. وري وزن راسه على اساس ما في شيء. سلام عليكم. اهلين يا هلا حجي. اهلين حجي. ليك استر عرضك، اذا حدا سالك شو كنتوا عم تحكوا انت واكرم، قل لهم عم يوسطني مشان يصالح خطيبته، مو ناقصنا وتوته وشلي ودس. الله يستر عرضك. يا زلمه ما بعرف على شو بتحملها كل هالقد. لك مين سائل يا رجل؟ ثم الكل بيعرفوا انه نحن اصدقاء. قلت زودك عم اقول لك خلص، بيعرفوا انه اصدقاء، وكمان بيعرفوا انه انت لولاك ما كنت خطبت خطيبتي، يعني من طريقك. خلص عملت له عم اقول لك الله يرضى عليه. امرك سيدي، ولو انه ما حدا رح يسال. خلص وزن. يلا لا تنام بين القبور وتشوف شو بدنا نعمل. قال حاسه بالعزله والوحده ما بتعرف ليش. بس الهيئه انه اهلها ما لهم عارفين بموديل حياتها، يعني عامله قدامهم قطه مغمضه. شو هالحكيها؟ ما هي كانت سهرانه معنا بمكان عام، يعني اي حدا كان ممكن يشوفها. بس كانت واثقه انه ما حدا حيشوفها بهذا المكان، يا اما قايست وغامرت هاي المغامره. لانه شو قالت لي؟ هي اول مره بسهر بهذا المكان لحالي. يا لطيف،
يا لطيف شو قوية. بس بطريقة من الطرق كل البنات بتعمل هيك يعني. مزبوط. ليش عم تتحسر؟ خلص خلينا مثل ما نحن احسن ما نصير مثل اهالينا ولو. صحيح شو اخبارهم؟ لا ما عاد في خناق ولا في عياط، بس بتحسهم كل واحد عايش بالدنيا. هذيك المرة على الغداء قلت لحالي بدي اقعد عد قديش بيحكوا مع بعض. ضليت قاعد من فترة الغداء لحتى نمنا، قديش حكوا مع بعض؟ قديش؟ هو حكى 7 كلمات وهي حكت 13 كلمة بس. شو عددهم على الحرف انت؟ طيب وهذا الشيء عم يضايقك؟ لا ما عاد فرقت معي، قبل كان يفرق معي، كنت هيك نكت نكتة الفت انتباههم لبعض، بس هلا ما عاد يفرق معي ابدا. اخي اهم شيء انه هي الغلطة اللي اسمها الزواج انا ما راح ساويها. اي والله معك حق. هذا احسن شيء بتقوله لهلا. مساء الخير. اهلين انسه، كيفك نغم؟ تمام تفضلي تفضلي. مساء الخير كيفك مدام؟ اهلين. بعرفك الماما. ايه بعرفها، يمكن التقينا مرة او مرتين بالمدرسة. اهلا وسهلا تفضلي تفضلي. شكرا. الله وكيلك الله وكيلك، نخرت راسي وهي عم تقلي بدها دروس فرنسي وما في على لسانها غير سيرة الأنسة لميس والأنسة لميس. يا ماما الأنسة لميس غير كل الأنسات. إن شاء الله الله يقدرني ويكون عند حسن ظنك يا مدام. على كل النغم ما شاء الله يعني شطورة ما بينخاف عليها. هلا هي ذكية أنا ما قلت لا، بس يعني بتعرفي هالجيل مفتكرة حالها صارت صبية وما في غير تهتم لي غير بمكياجها وبشعرها وبلبسها. إيه لحقاني حبيبتي لحقاني على هالهم لحقاني. ولك شو صاير عليكي؟ كني عيش هالكم سنة الحلوين لحقاني على هالهم والتعتير. صحي ما سألتك أنتي متزوجة شي؟ لا والله. يو أنا آسفة لا تواخذيني على هالسؤال. لا عادي على شو؟ ما شاء الله عليكي، مع أنه حلوة وجميلة وأنيقة وعلم يعني مو ناقصك شيء. يلا الله يبعت ابن الحلال، بس يكون ابن حلال عن جد. طيب أنا ما بدي أخركم على الدرس، شو بتحبي تشربي؟ عصير ولا قهوة؟ شو بتحبي؟ أنا جاهزة. ما في مشكلة اللي بدك يا. لا أيوه يلي بتحبي أنت. طيب باخد عصير إذا ما بصير سألح. سألت شو؟ لك يا أهلا وسهلا فيكي. إيه وبعد الدرس بنقعد أنا وياكي وبنحكي مشان أعرف كيف بدنا نتحاسب. بتحبي بشكل يومي بشكل أسبوع؟ أنا ما عندي مشكلة، ها يلي بيناسبك أنا جاهزة. يلا تفضلوا على الغرفة. تفضلوا. نغم عيك؟ هي أمك؟ إيه بعرف أمي، بس الله وكيلك أنا اللي هي بنت من طوش راسي. يلا يلا خلينا نبدأ الدرس. منال. أهلين أهلين، شو عم بتساوي هون؟ شو؟ لا لا أنا ما بدي عزبك، مشواري كتير قريب. كتير شكراً. لا حول ولا قوة إلا بالله. طلعي. شو هالحركات هاي؟ هلا دوروا ماشينا بسرعه رامي. لا دور، شو هالحركات هاي؟ شو هالحركات هاي؟ كان ضروري يساوي هالشي، يعني لو شافني حدا من قرايبنا ولا حدا من رفقات اخي انا شو بساوي بحالي؟ ايوه فهمت عليك. ليك اذا رح تقلب خلقتك انا هلا بنزل. لا لا تنزلي خلاص رح نمشي بسرعه. اسرع رامي اسرع. يلا شو بكي؟ بيعطي على التور بيعطي على الحمل. الاثنين مع بعض. ايه بس حلوين الاثنين يعني عرفان. ايه في انسجام. هاي سيبا. هاي خلدون يا هلا. اهلين اهلين يا هلا. باي باي. السلامة. مين هاد؟ لك هذا ابن خالتي. ما في مشكلة إذا شافنا مع بعض؟ لك لا 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 مشكلة شو؟ لك هاد بزداد ما بيقدر يقرب صوبي بكلمة، إذا بيحكي عني شيء بيحكي عنه أشياء. خير ان شاء الله، يعني هو جرب يقرب منك حاول يعمل شيء معك؟ لك لا حبيبي هذا مواله غير هيك بنوب. شلون يعني؟ يعني كيف بدي اقول لك، هذا مو يعني هو صاير
يا ربي كيف بدي لك يا هي؟ شو بو يعني شو في؟ لك ما بو شيء بس يعني هو بصراحة إذا إجا ليحب ويتحركش ما بحب بنات. آه إيه بالله؟ إيه والله عجبك على هالعيلة؟ طيب و يعني أبوه وأمه عندهم فكرة؟ أعوذ بالله شو فكرة ما فكرة؟ إيه والله خالتي وجوز خالتي بتجيون الجلطة إذا بيدروا. امشي امشي حبيبي شو بدنا من الناس؟ طيب يعني هو يا الله ما اغلظك، ليش ما قلتي لي كنت سجلت معك؟ يعني من وين بدي اعرف انه حضرتك بدك تسجلي دورة كمبيوتر؟ بعدين لو عرفانه احسن لي، كنا بنتونس مع بعض احسن ما فايده هيك على جو جديد ما بعرف فيه حدا. شايفه كيف بتتسرعي؟ يعني بس لو قلتي قدامي ما خطر لي. بكل الاحوال ما صار شيء. شلون يعني ما صار شيء؟ ايمتى الدورة بتبلش؟ بكره المساء. بكره المساء؟ يعني رح نلاقي اماكن لبكره المساء على اساس ما؟ هاتي اعطيني موبايلك، معك موبايلك ما؟ ايه هاتي لقلك حاكيهم؟ ايه ايه دق الحديد هو شو؟ حامي بس ما رح يكون في اماكن حبيبتي. بدك بيكون في بيكون في دورة هيك العالم. قولي بالك شوي كمان تفائلي. الو؟ الو مرحبا، انا نجوى اللي مسجلة عندكم بالدورة تبع بكرة الساعة 6 المساء. ايه تمام. بدي اسألك لسه في عندكم اماكن؟ ها مكان واحد بس؟ ممتاز. ايه طيب ممكن تحجز لي اياه؟ ايه لا 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 اكيد جايين هلا بس هلا هلا. ايه هلا هلا يلا جايين. يلا باي. شكرا كثير. شكرا باي باي. جد حزنتي. قومي يلا لقينا اماكن. تروح معك ولا تروحي لحالك؟ لا طبعا بدك تروحي معي. اصلا انت ما قلتي له اسمي، معناته المكان سجل على اسمك شيف. طيب اعطيني موبايلك طمن ماما اني رح اتاخر شوي. شكرا. امتى رح تجيبي انت موبايل؟ والله صار كثير رخيص يا بنات. من بوعدك رح اجيبه قريبا جدا جدا جدا. بدي حاكيكي. ايه عم بلقطك انا. طلقطيني الا ما يجي يوم طلقطيني. قومي ملحق يلا حدا بياخذ. اوكي شكرا لك. شكرا كثير. كلك ذوق. اهلا وسهلا. مرحبا استاذ طارق، هي رفيقتي اللي حكيت لك عنها. يا ميت اهلا وسهلا. شو اسمك بالتاريخ؟ عفوا. الو؟ عفوا حكيكي بعد شوي. شكرا لك. عفوا شو اسمك الكامل؟ بس بدي اسالك هي كيف كانت الاوقات عندكم بالضبط؟ سبت واثنين واربعة من 6 ل 7 ونص. اخ ساره الظهر ما رح اقدر زبط بين وقتي ووقتكم، انا كثير اسفه. هي بس انا حكيت لك عن المواعيد قبل مره منال شوي. ما انتبهت شفتي نسيت. ايوه ما في مشكله ولا يهمك، ان شاء الله نكسبك مره ثانيه. انا كثير اسفه. ولا يهمك. شكرا. مع السلامه. طارق طارق لكم بطلت تسجل عنا؟ لك لا لا ما بطلت، بس هاي جايبه رفيقتها معها مشان تسجل بنفس الدوره، فجاه رفيقتها غيرت رايها، ليش ما بعرف؟ ايه شو ايه عم اقول لك غيرت رايها. شوف حبيبي حسام، أنا هالمرة زبطت لك موضوع الدورة، بس مو كل مرة. يا رجل أنت عليك شغلات تطلع فجأة، بتصير بتشبه بين خالتك أكرم، مع إنه بتشبهه بنوب، يعني شو سويت شيء بإذا سمعت المعهد؟ أنا بقول لك شلون بتنأذى سمعت المعهد، وقت بتطلع كذا بنت لبرا وبتقول إنه الأستاذ جرب. كذا بنت؟ إيف، منين جبتها هي؟ على أساس ما حدا منتبه على الصحبة اللي قوياني أنت وشذا. يعني أنت منتبه؟ منيح. يلا بخاطرك. She is